سيفتي كان مقوي صغير من بعد هذا القرار اللي تصدر اليوم. ما هذا القرار مفاجئ بزاف، ما كناش كنستناو في الصراحة، كنا كنستناو بعدا على الأقل يديروا معنا أم واحد الحل اللي هو بسيط. ولكن من بعد هذا القرار اللي داروا لنا اليوم، هذا القرار راه نهائيا ما كيبصرش بديا بالخير. فين غادي نمشي أنا مثلا دابا؟ فين غنمشي؟ شهر ديال رمضان واش غنصوم رمضان كامل؟ فين غنمشي؟ فين غنجيب هذا القوت اليومي ديالي؟ فين غنمشي نبيع القهوة؟ نبيعها في النهار؟ واخا ما علينا، نمشيو عند القهاوي اللي كيخدموا على الأقل واحد 6 ولا 7 ديال الناس، راه ماشي غير هنا في وجدة، راه في المغرب كامل. فين غيمشيو هاد العائلات هادو إلا ما درتو لهمش واحد الدعم؟ فين غيمشيو؟ يمشيو للشارع، يمشيو يطلبوا. حنا نتأسف جدا لهذا القرار، لأنه قرار غير عادل بالنسبة للفئة الشغيلة بمدينة وجدة، أنه قرار ما إحنا مضرورين فيه بزاف، لا بالنسبة لنا إحنا ولا بالنسبة للأرباب العمل ديالنا، لأن طالعين علينا ضرائب، طالعين علينا مسائل، إحنا كنضروا فيه بزاف، وبنادم عايش هنايا صالير شوية ماشي نقولوا كده. ولكن بالنسبة لهذا القرار هذا إحنا نتأسفوا جد الأسف لهذا القرار هذا، كنشدوا المسؤولين أنهم يديروا معنا حل بالنسبة لهذا القرار هذا. حنا بون هذا القرار اللي جا دابا ما كناش كنتسناوه من طرف الدوله، حيتاش ما علموناش، وهذا القرار كان مفاجئ، وهذه يكونوا ان شاء الله هذه يكونوا اضرار لا بالنسبه لينا حنا، لا بالنسبه للخدامه، لا بالنسبه للجميع اللي كاينين في هذه القهوه. وكنتمنوا يلقاو يديروا معنا شي حل ان شاء الله لهذا الشيء، حيتاش هذا الشيء تفاجئنا حنا به بزاف. بالنسبة للقرار الإغلاق الشامل لفترة رمضان اللي جاء مفاجئ لشغيلة القطاع على الصعيد الوطني، نتمسم الحكومة مراعاة ظروف العمال عمال القطاع وصرف تعويضات عاجلة مواكبة لهذا القرار، وأخذ بعين الاعتبار ظروف الشغيلة خلال فترة رمضان. القرار تفاجئنا ليه للأسف، كنا ننتظر أنه يكون واحد تخفيف نوعا ما وتكون واحد الاجراءات مصاحبه، للاسف انه اتخذوا القرار السهل انه الاغلاق نظرا لارتفاع حالات قرار اللجنه العلميه او ارتفاع حالات الاصابه بالسلالات المتحوره. حنايا رمضان اللي فات ما خدمناش مده 3 اشهر، كاين تعويضات بالنسبه للاجور تاع الصندوق الوطني التعميمي او بالاحرى لجنه اليقظه، ربما ما كاينش تعويضات، ما كاينش تخفيف من الثقل الضريبي. للاسف زادوا لنا واحد الضريبه سميتها الضريبه المهنيه الموحده، وبرقم معامله اننا خدامين 100% كنخلصوا الجبايات المحليه 100%، لا تراس نخلصوها 100% رغم اننا نشتغل بنصف الطاقه الاستيعابيه، لوحات اشاريه 100%، لا طبيه كذلك 100%، لحد الان باقي تبعات ديال الفواتير ديال الماء والكهرباء ولي شارج ديال الشركات اللي كنتعاملوا معاهم باقي كنخلصوهم بالتريتات، يعني باقي كيسالوا لنا. هذا ناتج ديال القرارات العشوائيه ديال الحكومه اللي ما شافتش بعين الاعتبار لهذا القطاع اللي كيستخدم حوالي 2.5 مليون ديال المستخدمين بصفه مباشره. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.